ما تراه في منامك كما جاء في صحيح مسلم على ثلاثة أقسام. الثانية كما في صحيح مسلم تحزين الشيطان، يأتي بما يفزعك ويتعبك في منامك فتستيقظ فزعا. فما الذي يلزمك من حيث السنة من مجموع الروايات؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة، وتنفث عن يسارك ثلاثة، وتستعيذ بالله من شر ما رأيت، والذي أعلم حسب النصوص مرة واحدة، وتتحول من الجنب الذي كنت نائما عليه إلى الجنب الآخر، فإن قمت وتوضأت وصليت فهذا أيضا وردت به السنة فإنها لا تضرك. ولذلك ما الذي قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا تخبر بها أحد فإنها لن تضرك، كما في الصحيحين. وليس كل ما رآه الإنسان في منامه اتصل بمعبر أو بحث عن معبر، هذا خطأ. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما أتاه رجل فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وأنه يتدحرج وأنا أتبعه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تخبر بتلعب الشيطان بك في منامك، لا تخبر،